نروح برضو الخبر تاني يا كريم، حلو جدا من الاخبار يعني المفرحه النهارده. تزع لاعبو منتخبنا الوطني لكاراتيه 13 ميداليه متنوعه ضمن منافسات الدوري العالمي المقامه في المغرب. حققوا ايه بالظبط بقى؟ حقق لاعبينا 5 ذهبيات جاءت من نصيب كل ريم احمد. انا بحاول اختصر لان طبعا مش عايزين نقول خبر بالتفصيل. وفي ذهب ياقوت وعبد الله محمود ويوسف عماد وطه طارق، والميداليات الفضيه كان بالغ عددها كريم 5 ميداليات، واعتقد ده برضو شيء محترم طبعا. جدا كانت من نصيب احلام حمدي، منى شعبان، ومحمد صلاح، واحمد ايمن، وعلي الصاوي. وانتزع كمان لاعبينا 3 برونزيات جاءت من نصيب فريال اشرف. طبعا في اليار اشرف حضراتكم اسم يعني الذهبيه في اولمبياد طوكيو 2020 يعني، وحبيبه حلمي وحازم احمد. وكمان لاعبي الكاراتيه بالنادي الاهلي حققوا مراكز عايز اقول لحضراتكم مميزه جدا خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني في منافسات الكوميتيه. حقق لاعب محمد صلاح المركز الثاني، وحصدت حبيبه ماجد المركز الثالث، وحقق محمد رمضان المركز الخامس. ويعني نقدر نقول في الاول وفي الاخر بالتوفيق طبعا لبعثه مصر للكاراتيه، حاجه مشرفه جدا. دلوقتي الرياضه دي اصبحت من الرياضات اللي مصر متالقه جدا فيها، كنا دايما نقول السكواش وغيره. أيوة. يعني بعض الألعاب المحددة، لكن كمان الكاراتيه أصبح من الرياضات اللي مصر عاملة فيها طفرة ورانكينجز يعني عظيمة جدا.